صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 63 لسنة 2020 بتعيين نائب رئيس تنفيذي في الهيئة الوطنية للنفط والغاز جاء فيه المادة الاولى يعين السيد فيحان محمد ناصر الفيحاني نائبا للرئيس التنفيذي للسياسات والرقابة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدرجة وكيل مساعد.